السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي من معلمي العربية والقرآن للناطقين بغير العربية، أذكر نفسي وإياكم بالنية في هذا المجال. لماذا نعمل في هذا المجال؟ لماذا نعلم هؤلاء الطلاب؟ هل الهدف هو الراتب وسعر الساعة ويعني أكبر ثمن للساعة؟ أم أننا نرفع الجهل عنهم ونتقرب إلى الله عز وجل بتعليمهم؟ الرواتب والأموال ستأتي يعني سواء من هذا المجال أو من غيره، لكن ينبغي علينا أن نستحضر هذه النية الطيبة. في بداية عملي في هذا المجال قال لي أستاذي جزاه الله عني خيرا، ليكن أو لتكن نيتك الأولى أن تحصل الحسنات من هؤلاء. فتخيل أن طالبا علمته العربية فاستطاع أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، لك في كل حرف يقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. فإذا كانت هذه نيتك الأولى فأنت رابح رابح رابح. ولا مانع من أن تسعى خلف أن يكون لديك راتب ويعني تعيش عيشة طيبة، لكن لا يكون هذا هو هدفك الأساسي، وخصوصا لمن يعلم القرآن ولمن لديه مشاكل مثلا في المادة العلمية ويتجرأ على العمل في هذا المجال. انتبه جيدا، فأنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النية الصالحة والعمل الصالح، اللهم آمين. يعني قلت أذكر نفسي وإياكم، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.